الرئيسي التي احتدمت به المنافسة حتى الأمتار الأخيرة، وكانت الشرود هي صاحبة الحظ الأقوى في هذا الشوط، وظفرت على ناموس هذا الشوط وحصلت على الجائزة السيارة التويوتا الستيشن، وحصلت على الدلة المقدمة ككأس وتكريما لي الفائز بالمركز الأول. مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء، تتابعون معنا الآن على شاشة التلفزيون الاستعدادات النهائية والختامية لانطلاقة شوط آخر، وها هي الانطلاقة معلنة بدء منافسة قوية ومعلنة بداية موعد جديد مع الحماس والإثارة. إذن ها هي الانطلاقة مشاهدين الكرام للشوط الثاني، وهو شوط رئيسي أيضا لا يقل أهمية عن سابقه. مشاهدين الكرام، انطلاقة ممتازة موفقة لهذا الشوط، وجائزة، جائزة هي عبارة عن سيارة تويوتا ستيشن أبيض اللون رصدت للفائز بالمركز الأول، وهنالك العديد والعديد من المفاجآت. أيضا هنالك جوائز نقدية قيمة بانتظار الفائزين العشرة بالمراكز الأولى، بداية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. إذن مشاهدين الكرام، ها هي الانطلاقة معلنة موعد جديد مع الندية ومع التنافس الشريف على أرضية ميدان الشحانية، على أرضية جوهرة الميادين. يا سلام، انشوف الآن شعارات أبناء القبائل، شعارات أبناء القبائل التي تتنافس منافسة قوية على أرضية ميدان الشحانية. نحاول الآن التعرف على أصحاب المقدمة وعلى أصحاب المراكز العشرة الأولى. يا سلام الله، شعار بن قطامي، شعار السيد مبارك بن قطامي المري يتنافس على صدارة هذا الشوط. انشوف الآن مقدمة هذا الشوط، أوطان في الصدارة وعلى المركز الأول أوطان، واختامها سيدة ومتقبض الصبي بكامل قوة في اختام أوطان التي تقطع الألف متر الأولى، وتبقى 7000 متر، أي بذلك قطعنا كيلومتر وتبقى على خط النهاية 7 كيلومترات. سوف تشاهدونها وتتابعون من خلال هذه المسافة منافسة قوية. إذن أوطان على الصدارة وعلى المركز الأول أوطان للسيد مبارك بن محمد بن قطامي المري، بينما النقل على المركز الثاني والفائزة في المركز الثاني، ولكن نشوف الآن العمالة تغير على الفائزة وتنتقل إلى ثاني المراكز. العمالة للسيد عبد الله بن سعيد بالأسود المري، هي الآن اللي في ثاني المراكز العمالة، بينما النقل على المركز الثالث والفائزة. الفائزة في ثالث المراكز، وتعود ملكية الفائزة للسيد مسفر بن سفران المري، والفائزة تطمح بالفوز في هذا الشوط وتطمح بالسيارة المقدمة للفائز بالمركز الأول اللي هي عبارة عن سيارة تويوتا ستيشن، بينما النقلة على المركز الرابع وشعار سعد بن سعود الشافي اللي هي سحابة تنطلق مشاهدين الكرام في ظل هذا الجو الجميل، تنتقل سحابة إلى المركز الرابع وتنطلق سحابة إلى مقدمة هذا الشوط للسيد سعد بن سعود الشافي، بينما فلوة في خامس المراكز وتعود مكيت فلوة للسيد هيف بن فرج الدوسري، فهد بن فرج الدوسري، بينما النقل على المركز السادس، ولكن دخول وتسلل على خامس المراكز اللي هي ظروف وان شاء الله تسمح لها الظروف بالانتقال الى صدارة هذا الشوط، ظروف في المركز الخامس، ولكن دخول على ظروف وتسلل من شعار الخيارين الفائز معنا بالدلة. تأثير مشاهدين الكرام، تنتقل الى المركز الخامس للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين وبرفقة المضمر الخطير ناصر بن سالم المكسور. النقل الان على المركز السادس وعلى ظروف التي تأتي في سادس المراكز، وتعود مكيا الظروف للسيد حماد بن عبد الله الشمري ضيفه من المملكة العربية السعودية، نرحب بها أجمل ترحيب، بينما النقل على المركز السابع. نشوف الآن الذهيبة في سابع المراكز وتعود مكيتها للسيد سويد بن حزام الدوسري. النقل الآن على المركز الثامن، ننتقل الآن إلى شعار السيد عاطف بن علي القرشي ومحبوبه، وهذا الاسم القوي وهذا الاسم الرنان. نشاهد الآن في المركز السابع محبوبه للسيد عاطف
بن علي القرشي والمركز الثامن، المركز الثامن وشعار بن خيلة اللي في المركز التاسع اللي هي الطيارة، وانتظروا لحظات اقلاع الطيارة، الطيارة للسيد نابت بن محمد بن خيلة العامري ضيفة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بينما النقلة على المركز العاشر. ونكمل النداء، نكمل النداء بإذاعتنا للمراكز العشرة الأولى المتقدمة، نحاول التعرف على المركز العاشر اللي في الوه للسيد فهد بن فراج الدوسري. إذن مشاهدين الكرام أنهينا النداء الأول، لنعود مرة أخرى إلى أوطان التي تندفع، تندفع في مقدمة هذا الشوط وتستعرض، تستعرض قواها أمام الجميع. يا سلام يا مبارك يا بن محمد يا بن قطامي يا المري. إذن أوطان على الصدارة وعلى المركز الأول، أوطان للسيد مبارك بن محمد بن قطامي المري، والمركز الثاني سحابة، سحابة في هذا الجو الجميل، في هذا الجو الجميل مع تساقط أمطار خفيفة. نسأل الله ونسأل المولى عز وجل أن يعم بخيرها ونفعها على أرجاء البلاد. سحابة في المركز الثاني للسيد سعد بن سعود الشافي، ما شاء الله تبارك الله، المنافسة قوية. وسحابة مشاهدين الكرام تتسلل، تتسلل سحابة وتأثير، تأثير مشاهدين الكرام في هذه اللحظات، تستجيب للنداء وتنطلق إلى المركز الأول للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، ويبقي لها مراقبة. تأثير، تأثير تنطلق في الصدارة، وهذا هو الشعار الفائز بالدلة معنا من خلال مشاركة الشرود. أيضا يضمر، يضمر تأثير ناصر بن سالم المكسور، هو المضمر الذي أوصل، الذي أوصل الشرود إلى الدلة الذهبية. أشكرك يا ناصر يا بن سالم المكسور على هذه العروض الممتازة. بينما نشوف الآن المركز الثاني، المركز الثاني والتنافس القائم ما بين أوطان وما بين سحابة، على ما يبدو بأن المركز الثاني سحابة، نعم سحابة في ثاني المراكز للسيد سعد بن سعود الشافي، والمركز الثالث تراجعت فيها أوطان للسيد مبارك بن محمد بن قطامي المري. والمركز الرابع، المركز الرابع نشوف الآن، نشوف الآن اللي في رابع المراكز، الذهيبة، الذهيبة في المركز الرابع للسيد سويد بن حزام الدوسري، والمركز الخامس الطيارة، وطارت الطيارة، الطيارة مشاهدينا الكرام تنتقل إلى خامس المراكز للسيد نابت بن محمد بن خيلة العامري، والمركز السادس في محبوبة، هذه الضيفة المرشحة كفتها مليئة بالترشيحات لانتزاع هذا الشوط، محبوبة للسيد عاطف بن علي القرشي. والمركز السابع العمالة في سابع المراكز للسيد عبد الله بن سعيد بن الأسود المري، والمركز الثامن، المركز الثامن والدخول من حاملة الرقم 106 اللي هي ظروف، تتدخل في ثامن المراكز ظروف وتعود مكيتها للسيد حماد بن عبد الله الشمري، ونتمنى لك التوفيق يا ابو عبد الله. بينما المركز التاسع والفائزة في تاسع المراكز وتعود مكيتها للسيد مسفر بن سفران المري، والمركز العاشر، المركز العاشر للسيد، المركز العاشر للسيد فلوة في عاشر المراكز للسيد فهد بن فراج الدوسري. إذن مشاهدين الكرام أنهينا النداء الثاني وأذعنا على حضراتكم المراكز العشرة الأولى المتقدمة، لنعود إلى تأثير، تأثير مشاهدين الكرام لا زالت، لا زالت تشع في مقدمة هذا الشوط، وتنطلق مشاهدين الكرام تأثير للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، وناصر المكسور يطمح بإضافة النقطة الثانية له في هذا المساء. يا سلام يا تأثير، تأثير مشاهدين الكرام تنطلق إلى المركز الأول للسيد سيف بن محمد بن سعيد الخيارين، والشعار العنابي، الشعار العنابي يقود المسيرة حتى هذه اللحظة. بينما محبوبة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، محبوبة مشاهدين الكرام في المركز الثاني، وانطلقت محبوبة، انطلقت محبوبة للسيد عاطف بن علي القرشي، هذه هي الضيفة العانية المتعنية من المملكة العربية السعودية للمشاركة، للمشاركة معنا في هذا المهرجان، نرحب بها أجمل ترحيب. بينما النقلة على المركز الثالث والطيارة بدأت في التبديل من مركز إلى آخر، الطيارة في ثالث المراكز للسيد نابت بن محمد بن خيلة العامري، والمركز الرابع في سحابة للسيد سعد بن سعود الشافي، والمركز الخامس، المركز الخامس للسيد سويد بن حزام
بالدوسري، سويد بن حزام الدوسري هو مالك اللي في المركز الخامس اللي هي الذهبة. بينما نشوف الآن شعار حماد بن عبد الله الشمر يتدخل من خلال مشاركة ظروف في سادس المراكز للسيد حماد بن عبد الله الشمري. والمركز السابع العمالة تأتي في سابع المراكز للسيد عبد الله بن سعيد بالأسود المري. والمركز الثامن التاسع نعم فيه الفائزة، وتعود مكية الفائزة للسيد مسفر بن سفران المري. والمركز العاشر أوطان، وتعود مكيته للسيد مبارك بن محمد بن قطامي المري. وخلونا نعود إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام لا زال التأثير مشاهدينا الكرام. وحتى هذه اللحظة تنطلق وتندفع مشاهدينا الكرام، انطلاقتها تبشر بالخير وتبشر بانتزاع نقطة هذا الشوط. تأثير للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، لا زالت الأمور تلقائية. اختامها سيدة وعصاها فوق ولم تصدر عليها أي أوامر تذكر من مضمرها ناصر بن سالم المكسور. بينما محبوبة رفعت راية التهديد وهي أقرب المنافسات لتأثير. محبوبة في ثاني مراكز للسيد عاطف بن علي القرشي. يا سلام المنافسة على شدها في هذا الشوط، وكيلوين متر على خط النهاية، وهي المسافة التي تفصل تأثير عن ناموس هذا الشوط. لا زال التأثير مشاهدين الكرام في المركز الأول، وعلى الصدارة تأثير للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين. ومحبوبة قادمة بكل قوة في ثاني المراكز للسيد عاطف بن علي القرشي. وأيضا سحابة تأتي في ثالث المراكز للسيد سعد بن سعود الشافي. وخلونا نروح مع مقدمة هذا الشوط، ونعود إلى تأثير مشاهدين الكرام. لا زالت في المركز الأول، وها هي مشاهدين الكرام تشاهدون على شاشة التلفزيون، ومخرجنا أحمد الحمادي يهدي هذه الصورة إلى مالك تأثير سيف بن محمد بن زايد الخيارين. تشاهدونها الآن. أشكرك يا أبو طلال. تأثير مشاهدين الكرام في المركز الأول للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين. وعلى ما يبدو بأن النقطة الثانية للخيارين من خلال مشاركة تأثير في المركز الأول للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، وبرفقة هذا المضمر اللامع ناصر بن سالم المكسور. أشهر من نار على علم يقل شعار الخيارين إلى الإنجاز الثاني في هذا المساء. وليس هو بالإنجاز الثاني، بل هنالك إنجازات عديدة. الدرعية حققت الدلة الذهبية في سن الإذاع، وتعود الشرود لتحقق الدلة الذهبية أيضا في سن الثنايا لأبناء القبائل. وها هي تأثير مشاهدين الكرام الآن تشاهدون على شاشة التلفزيون، وها هي الجائزة تشاهدونها في أسفل الشاشة، اللي هي عبارة عن سيارة تويوتا ستيشن أبيض اللون، وهي جائزتك المكسور. روحي المكسور 900 متر على خط النهاية. وتأثير مشاهدين الكرام تقفل على هذا الشوط، وتهدي الناموس إلى مالكها السيد سيف بن محمد بن زايد الخيرين. وهنيئا لك يا أبو محمد على هذا المال الطيب. إذن مشاهدين الكرام، تأثير تفوز بناموس هذا الشوط. وتهانينا نزفها من هذا الموقع للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيرين، وإلى مضمرها الشاب الواعد والشاب صاحب الإنجازات القوية وصاحب البصمات الواضحة ناصر بن سالم المكسور. أشكرك المكسور على هذا العرض الممتاز، وعلى هذا الأداء التلقائي، وعلى هذا الأداء الملفت للنظر. وروح يا المكسور وواصل الإنجازات برفقة هذا الشعار، شعار السيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين. ما شاء الله تبارك الله. الخيارين اليوم مجهزين لنا مفاجآت. وها هي مشاهدين الكرام، تأثير يفصل عن خط النهاية 200 متر، وخط النهاية يقترب من تأثير لاحتضانها بكل حب وبكل حنان. ها هي مشاهدين الكرام لحظات وصول تأثير إلى خط النهاية، وهي تحية المرشبي لجماهير تأثير ولجماهير هذا الشعار. تهانينا والناموس لمالك تأثير السيد سيف بن محمد بن زايد الخيرين، والتهاني أيضا إلى مضمرها الشاب المتميز ناصر بن سالم المكسور.
وجاءت في المركز الثاني محبوبة، تأتي في ثاني المراكز للسيد عاطف بن علي القرشي. ها هي لحظات وصول محبوبة إلى خط النهاية، معلنة الفوز بالمركز الثاني للسيد عاطف بن علي القرشي، وهي ضيفة من المملكة العربية السعودية. بينما جاءت في المركز الثالث الذهبة للسيد سويد بن حزام الدوسري، والعمالة تأتي في رابع المراكز للسيد عبد الله بن سعيد بن الأسود المري، والمركز الخامس الطيارة للسيد نابت بن محمد بن خيله العامري، والمركز السادس سحابة للسيد سعد بن سعود بن شافي آل شافي، والمركز السابع ظروف للسيد حماد بن عبد الله الشمري. وجاءت الفائزة في المركز الثامن للسيد مسفر بن سفران المري، والمركز التاسع فيها أوطان للسيد مبارك بن محمد بن قطامي المري. العاشرة فلوة للسيد فلوة للسيد فهد بن فراج الدوسري. إذن مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، أينما كنتم تابعتم معنا المنافسة القوية ولحظات الفوز لتأثير وتأثير قطعة المسافة في زمن القدرة 13 دقيقة و49 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، محطمة بذلك توقيت الشرود. وجميعا للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيرين، ها هي لحظات التكريم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. جاءت محبوبة في ثاني المراكز وقطعت محبوبة مسافة 8 كيلومترات في زمن وقدرها 14 دقيقة وتسع ثواني وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا إلى مالك محبوب الفائزة بالمركز الثاني السيد عاطف بن علي القرشي. وجاءت في المركز الثالث الذهبة وقطعت المسافة في زمن وقدره 14 دقيقة و16 ثانية و22 جزء من الثانية. تهانينا إلى مالك الذهبة السيد مالك الذهبة الفائزة بالمركز الثالث السيد سويد بن حزام الدوسري. تهنينا للسيد سويد بن حزام الدوسري مالك الذهبة الفائزة بالمركز الثالث. إذن مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، ها هي المسيرة تتواصل. تتواصل مشاهدينا الكرام المسيرة.